مشهد الوردة من تمثيل سهيلة معلم أحمد هلال جيهان خليل زبير بالحرب والآن على مسرح عرب كاستينج زبير أحمد جيهان وسهيلة في الوردة بتحبني ما بتحبنيش بتحبني ما بتحبنيش بتحبني ما بتحبنيش يحبني ما يحبنيش يحبني ما يحبنيش يحبني نسافر ما سافرش نسافر ما سافرش نسافر نتصل ولا ما نتصلش بيه نتصل ولا ما نتصلش بيه نتصل ما غنتصلش بيه طلعت ما بتحبنيش يعني كل الوقت ده كانت بتكذب عليا وانا مصدق بس انا بحبك عارف ان انا صعب نكمل مع بعض بس بحبك كذاب ايه كذاب اصلا اسهل كلمه عند الشاب نحبك ومورها نخبي الف الكلمه نحب نستملكك نحب نحبسك نحب نخنقك راك غلط نسافر صح لوين واش راح نعمل هناك واش راح نقعد ندير هنا راني مخلص الجامعه في 5 سنين ولا واحد شغلني راني حاط 100 سيفي على 100 وظيفه على 1000 شركه وكل شركه نروح لها تقول لك لازم لك 5 سنين خبره اخويا صح كيف الخبرة تكون وانا ما شغلتش هما ما يشغلوكش بلا خبرة كيما تحلها ما تلقاها كيما الدجاجة والبيضة شكون اللي جات الاول البيضة جات الاول بعد الدجاجة ولا الدجاجة بعد البيضة ما بغيتش نتصل بيه انا حرة ماشي ضروري نتصل بيه الحق حرام عليا 10 سنين الزواج عمري لا اتصلت بيه ولا يلا هاد المرة غنتصل بيه لا ما غنتصلش بيه اصلا الرجال غير كتعطيهم وجهك كينتموك وتمرضوا عليك وهادشي علاش انا ما غنتصلش كده احسن وكويس انها جت منك اصلا ما فيش حاجه اسمها حب الحب كذبه بتبدا كبيره وبتصغر مع الوقت اي اتنين اول ما بيحبوا بعض بيبقوا مبسوطين والحياه جميله وبيحبوا يتمشوا تحت المطر ويسمعوا فيروز وبيحبوا يقروا نفس الكتب ويسمعوا نفس الاغاني وبيحبوا ياكلوا نفس الاكل مع مرور الوقت بيتغيروا الزمان تغير وما رانيش رايحه نغلط غلطه ماما وما رانيش رايحه نكون ربه بيت حبيت نكون موجوده قدامك ماشي موراك حبيت نكون بالشمس ماشي مخبيه بظلك حبيت نخرج حبيت نتعلم ما رانيش حابه نقعد غير في الدار ونستناك حتى كي ترجع ونشد وليدي بيدي وليدي الثانيه نحرك القدره ونعس ولادي الاخرين بعين والعين الثانيه نتابع المسلسل التركي ونشد سماعه تاع التليفون ونقعد نهضر مع ماما ونقولها ماما لا 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 ما رانيش مشغوله كلش راهو مليح ونقعد نهضر معاها ساعه في التليفون على الاكل على الحياه على المدارس وكيفاش رديك نسافر بصح كيفاش ثم نعاود حياتي انا كاع من تحت صفر وش فيها كيما انا كيما كاع الناس اللي هجرت هاو ندير يدي على خدي ونقعد نبكي كي النسوان في الدار لا بيت لا شغل لا حبيبه لا ام لا امان وامان يا للامان عرفت راسي علاش كنضحك واش من الفقصه ولا من الفرحه صوروا كاع الناس شايفين الكوب السعيد الفرحان اللي عجبو الحال راكم غالطين وغالطين بزاف انا حاسه بالقهر وبالمرض اللي انا عايشه فيه عمرو لا خرجني لا فرحني حتى ولاد ما جابي فوق هادشي كله يقولوا لي صبري ما صبراش وما بتصلش اول ما يتغيروا هي تقول له حبيبي انت تغيرت قوي انا نفسي ترجع حبيبي اللي انا حبيته من زمان فهو يرد عليها ويقول لها شوفوا مين بيتكلم انت اللي اتغيرت يا ماما راجعي نفسك بعد كده تعالي اتكلمي وتبدا المشاكل تكبر تكبر تبقى عامله بالظبط اكنك رميت طوبه في شويه ميه والدوائر اللي حواليها تفضل توسع توسع هم ما اتغيروش هم اتكشفوا راح الحب وراحت الفرحة وراح الانطباع الأول وراح سحره معاه الله يرحم جداتي جداتي كانت تقول الراجل إذا جاع هبل جن وإذا شبع رقد وإذا رقد ما قام وإذا قام خرج وإذا خرج ما رجع وإذا رجع يرجع متأخر وكي يرجع متأخر ويلقى مرته رقد يقول إيه يا مرا نودي راني جيعان وحنا واش ذنبنا خلقنا في ذي الأرض حنا اللي بلادنا ما وسعتنا وداقت بينا تهجرنا وتغربنا ومتنا في البحور تبهدلنا في بلادنا وتبهدلنا في الغربة أم سألوا لجوزي كيف قضيتوا هالعمر من دون مشاكل أم قال لهم رد بسيطة أول أنا ما كنت عصي تروح مرتي تقعد بالمطبخ شغلة 5 دقايق لرو بعدين بترجع أول هي ما تعصي روح أنا من وشة أقعد بجنيني لا ترو وهي صار لي 10 سنين أقعد بجنيني يعني شو فيها شنو فيها قالت لي 10 سنين في الحديقة وتقول لي شنو فيها وقعدت تقتلني ولا تبردني واش دير لي إوا خليك في الحديقة 10 20 30 40 50 عام وأنا ما غنتصل بك وما غنروحش علشان كده بلا حب بلا زفت بس أنا بحبك وبحب أيامي معك هذا حب هذا أنا نحبك بس ما نقدرش نعيش معك لك يلعن الحب وأبو سنينو كما يقولوا سوريين في المسلسلة التركية وحنا نكونوا ولا ما كونوش هذا هو السؤال
يلا بلا حب بلا زفت، تضامنا مع أصدقائي. تعال تعال خليك في الحديقة وأنا ما غنهداش، والله ينعلبوا الحب على اللي بغى يحب، على الزواج، على اللي بغى يتزوج، والله ينعلبوا الحب. يعني الحب شو بيزيد؟ يعطيكم العافية شباب على هالدور والأداء الرائع، ولكن أنا وجاي لقيت في ورتين، وعنا ورتين مزينين المسرح ومزينين لجنة الحكم، فحبيت جيب لكم هالورتين معنا. كارمن مرحبا. الدور هلا أسيل بتجيب لكم. كان يدفل أبتك، كان يدفل أبتك، لقبل قصاي تفضل. شباب على فكرة في عنصر مشترك بيني وبينكم، تعرفوا شو هو؟ الوردي. لا أدهم مرشد وتقدمت على المعهد العالي للفنون المسرحية هو اللي دربني حتى دخلت وصرت ممثل. والله يعطيك العافية يا أزهر، والله العظيم. فهذا عنصر مشترك بيناتنا. اثنين، أنا ما فيني أحكي ولا كلمة لأنه المشهد اللي أنتوا قدمتوه أنا ما فيني أعمله، ولا أي يعني أي حدا من الأداء اللي أنتوا عملتوه كممثلين. لا لا أنا لا ما أقدر أعمله. طيب حياة حياة اتكلم عن نفسك. أنا لا أنا عم بحكي عن حالي، أنا عم بحكي عن حالي. أي حدا منهم أنا ما بقدر أعمل هذا الشيء لأنه هذا اللي عملتوه كتير صعب. فأنا حياة بحييكم، يعطيكم ألف عافية جميعا. زبير قصي حبيبي، انت يا حبيبي قصي، قصي انت بتعمله طبعا، بتعمله بتعمل احسن منه، انت قصي خولي، بس انت هذا الدفع المعنوي انا فعلا هن بحاجه هذا الشيء لانهم بيستاهلوا حقيقه. يعني وسام سالته شيء لبس اللي بلش يحكي؟ لا هو بيحب، يعني بتعرفي الحكمة هيك. باسل بيحكي امتى ما بده كارمن. شو يا كارمن حبيبي؟ امتى ما بده؟ شو بدك احكي معهم ولا معهم؟ اللي قاله قصي عظيم، كان الروح والجسد كتلة وحدة. حضوركم أكثر من رائع، محترفين، عم تسمعوا بعض، الإيقاع تبعكم عظيم. ما في يقول غير ما بعرف شو بدي أعمل إذا هلا. أنا بالنسبة لي أنتوا توب، فبتمنى الحلقة الجاي أنتوا تتحدوا حالكم لأنه هلا كثير فظيعين. برافو أربعتكم بتجننوا. شكرا لنا يا كارمن. باسل يعطيكم مليون عافية، وحطوا الصفار اللي بدكم اياها. مشهد انا فيني بعتبره ماخوذ من مسرحيه بروفيشنال. انا بالنفس بقاعد عم بتفرج على مسرحيه محترفه لممثلين محترفين. هذا المشهد ماخوذ من مسرحيه ككل، وبقصد ماخوذ وكاني يعني اشاهد مسرحيه لممثلين محترفين صار لهم سنوات طويله على خشبه المسرح. بدي احكي شيء، أنا ما شفت غلطة، ما شفت عيب، ما شفت لحظة سهو، لا منكم أنتوا الشباب ولا منكم أنتوا الصبايا. فعلا أنا لما يعني لما عبرنا عن آرائنا بعتقد إلى الآن فعلا من قلبنا، لأنه أنتوا بتستاهلوا كل الخير، وهذا بيشكلكم لفيما بعد تحدي كتير كبير. أنتوا شو رح تورجونا بعدين؟ نحن شو رح نشوف منكم؟ فعلا انا فخور فيكم، يعطيكم الف الف عافيه. شكرا. شكرا باسل. غدا انا اول البرنامج قلت احنا لما اخترنا كنا قلقانين ان احنا نكون خرجنا حد ونكون ظالمينه، بس كل ما بيطلع حد على الستيج بنتاكد ان احنا كان اختيارنا الحمد لله الحمد لله كان في محله. انتوا هايلين، موهوبين طبعا، المشهد حلو قوي. بس انا كغادة شفت منكم في الاوديشن حاجات اعلى من كده بكتير بكتير،
فانا متأكدة ان اللي جاي هيبقى اعلى واعلى واعلى ان شاء الله. اتمنى لكم كل خير. عايزة بس ادي الوردة دي لأحمد ممكن؟ انا احنا عايزين نقول دغري غدا ما لحقت تنطري 5 دقايق. معلش انا اسفة لاني انا كان من اول اوديشن اتقدم فيه احمد انا كانت ليا نظرة معينة فيه. انا بقولك ميرسي حبيبي ان انت يعني ما خيبت الظني. ميرسي لحضرتك. شكرا غدا. شكرا للشباب والصباح. برافو 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 ومبروك على هالاداء الجميل.